والآن وفيما يتعلق بالوضع الفرنسي، ما حدث اليوم في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي لغضب مشروع. لا يمكن لأي قضية أن تستخدم من أجل الهجوم على قوات حفظ النظام، وأن يتم نهب المحال التجارية، وأن يتم حرق المباني الرسمية، وأن يتم تهديد الصحفيين، وأن يتم تدنيس قوس النصر، وإن الجنات والمسؤولين عن هذه الأعمال أعمال العنف هم لا يريدون أي تغيير، لا يريدون أي تحسين، بل هم يريدون الفوضى، وإنهم بذلك يخونون القضية التي يدعون بأنهم يدافعون عنها، بل هم يتلاعبون بها. هم سيتم تحديدهم وسيتم تحميلهم المسؤولية أمام العدالة. اعتبارا من الغد بعد عودتي سأدعو إلى اجتماع بحضور رئيس وزراء، وزير الداخلية وكل الخدمات والمصالح المختصة. أنا أحترم دائما وأبدا كل الاحتجاجات، وأنا أستمع إلى كل المعارضات، ولكن لن أقبل أبدا العنف.